ناخذ اغلب الوقت في الالعاب هذه. نعم. وترى شوف في العاب حتى لو في الرمل يمشون على الرمل في الطول. نعم. تاخذهم. نعم. في اشياء كثيره جدا. انا بس عشان ما عندي وقت سام ايش قاعد ديننا دين الترفيه والتسليه والابتسامه. رفعوا صوت الشيخ احمد صوته واطي لانه هادي شيخنا. نعم. والابتسامه. فاذكر في عباره لعمر الفاروق رضي الله عنه يقول يعجبني الرجل ان يكون صبيا في بيته. يا سلام. اذا دخلت بيتك ادخل بثوب الابوه الحاني. سلام. الرحيم اللطيف العطوف. وما يمنع انك تلعب. اسمع يا احمد. وتلاعبهم عليك زود ها وتلاعبهم ويعني تمازحهم مثل ما ذكرت في البدايه في حديث الحسن والحسين. يا سلام. هذا من ناحيه الابتسامه اللعب. ميزه الالعاب هذه انها يعني ممكن تاخذها معك الرحله، ممكن تاخذها معك لاصدقائك. سلام. تجتمعون في كافي حتى لو كنتم كبار. سلام. يعني شباب. سلام. ممكن تاخذونها معكم في رحله بين اصدقاء، في الطلاب المدارس احيانا، في حصص الفراغ، في حصص النشاط. اجعل دوائر وعط كل مجموعه لعبه يفكونك من اشياء كثيره جدا. ومثلا بين الاصحاب فيها تنافس، فيها تحدي، فيها ممكن تعويد على المسؤوليه، تخلي فلان وفلان هم المسؤولين عن ضبط وزع هدايا هذه وهكذا. فيها جوانب كثيره يعني غير الفوز والهزيمه. طيب. فيها جوانب كثيره. جزاكم الله خير. والمتجر طبعا. المتجر والرقم التواصل ارسلت له الاستاذ ابو عبد العزيز. طيب. بناخذ صوت احمد الشهري.